كلميني بشكل عام عن فوائد السمك، لان انت عارفه ان في نوع من الناس لو ما بيحبش الحاجه ممكن يجي على نفسه وياكلها لما يعرف كم الفوائد اللي فيها. فقولي لي بقى فوائد السمك الغذائيه بتاعه السمك. اصلا هو طبعا في هو نوع مصدر بروتين حلو جدا للجسم، محتوي على اللي هو اوميجا 3، دي مهمه جدا للجسم وصحه المخ والذاكره، وبالذات الناس الكبيره في السن برضو والاطفال. بنركز قوي ان احنا نديهم مثلا مرتين في الاسبوع اسماك او محتوى اوميجا 3 يعني. وفي نفس الوقت تحتوي على فيتامينات كتير جدا، يعني فيتامين د، فيتامين الف مهم جدا للعين، د مهم جدا للمفاصل والعظم، فبرضه بيخش في العظم بتاع برضه الناس الكبيره. عشان كده دايما اكلهم سمك كتير يعني مرتين في الاسبوع مثلا او كده، مع الفيتامينز اللي هم بياخدوها، ده غير ان هو فيه فوسفور، كالسيوم، صوديوم، حديد، كل الحاجات ديت يعني جوه السمك. طيب. فانا بالنسبه لي وجبه متكامله، في المعادن كلها اللي جسمي محتاجها. عظيم جدا. عايز اعرف حاجه، خلاص اخترنا السمكه المناسبه وجمدناها بالطريقه الصح وخرجناها وفكينا التفريزه بتاعتها بالطريقه الصح وكلناها، اكيد احنا ستات بيوتنا ما يتوصوش في ابداعات السمك، مش بس السواحليه، كل الستات المصريات وفي الميدل ايست الصواني بقى والمشوي والمقلي، احنا شاطرين في المطبخ بشكل عام. السؤال هنا بقى، خلاص عندي عزومه او غديت الاولاد وغديت الراجل واتغدينا وبتاع وفضل سمك، اشيله ازاي؟ يعني اصل برضه هو برضه حتى هو مستوي بيقلب ريحه المطبخ لو حطيناه في فويل ولا حاجه على البوتاجاز ولا حطيناه في مايكروويف. مش هينفع، انت لازم برضه ان انت هتعمليه في الفويل وتحتفظي بيه مثلا في الثلاجه برضه او كده، وبعد كده ممكن تطلعيه بقى تسخنيه في المايكروويف عادي. طيب مين الناس وما ينفع، بس ما ينفعش ان انت تطبخيه اساسا في الميكرويف. لا اكيد بس لا في ناس بسمعها بتقول اعمله كده واحطه لا بيخش فرن يخش فرن لكن مش الميكرويف، لان سوى الفرن حاجه والميكرويف اصلا مش مسؤول عن التسويه، الميكرويف مسؤول عن التسخين فقط. طيب مين الناس اللي ما تنصحهمش باكل السمك؟ اللي ما انصحهمش باكل السمك؟ لا بصي، هو انا دايما بنصح كبار وصغيرين وحتى مسنين، كل الناس انا مهم بالنسبه لي اكل السمك، بس هو في اسماك بتبقى دهنيه ساعات، انا بقى مثلا الناس اللي عندها كوليسترول لا بلاش الاسماك اللي هي دهنيه، لكن مثلا السلمون، الماكريل، الحاجات دي بتبقى خفيفه شويه فدي بتبقى كويسه، التونه برضو بتبقى كويسه. وفي ناس ثانيه يقول لك الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول ما ياخدوش جمبري كتير، صح كده؟ لكن انا انصح حد انه ما ياكلوش خالص؟ لا، لكن هيبقى بمقدار وانواع معينه.